توفي الفتى السوري محمد خالد شيخ أحمد ذو 15 عاما داخل أحد مراكز الاحتجاز التركية قرب الحدود البلغارية بسبب البرد وامتناع حرس الحدود التركية عن تقديم الإسعافات له. وروى أقرباء الفتى أنه كان يحاول الوصول إلى هولندا بطريقة غير شرعية، وخلال رحلة اللجوء تعرض لعاصفة مطرية قوية وبرد شديد ما أسفر عن تدهور حالته الصحية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه داخل الأراضي البلغارية وتسليمه إلى حرس الحدود التركي. وأضافوا أنه بقي محتجزا داخل الكامب التركي لمدة 3 أيام ويتألم، إلا أن عناصر الجندرمة تجاهلوا الأمر طوال هذه المدة حتى فقد وعيه ليصل إلى المستشفى ميتا. أدت اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية قسد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين في دير الزور. وقالت شبكة نهر ميديا المحلية إن عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني قتلا وأصيب 6 آخرون، وقتل عنصر من الدفاع الذاتي التابع لقسد، وجرح 3 آخرون باشتباك نشب منتصف ليل الاثنين في بلدة صغير جزيرة بريف دير الزور الغربي. أقر مجلس الشعب في حكومة النظام قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا والرسوم المترتبة عليه. ووفق القانون يعفى مدخلو الذهب الخام من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلية والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة. وجاء في القانون أيضا يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع قدره 100 دولار لكل كيلوغرام. تشهد أسواق مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي نقصا حادا لحطب التدفئة خلال فصل الشتاء. وأوضحت شبكة أن غالبية تجار الحطب في المدينة أوقفوا عملهم بسبب ارتفاع تكاليف النقل نتيجة الإتاوات التي تفرضها حواجز النظام والميليشيات الإيرانية على الحطب. أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب اليوم الأربعاء تعميما يتعلق بانتقال المحال والورش إلى المدينة الصناعية في المدينة في مهلة أقصاها حتى نهاية العام الجاري. وقال محلي جرابلس في تعميمه إنه قدم امتيازات وتحفيزات تتمثل بالحصول على محال في المدينة الصناعية بإيجار مجاني لمدة 3 أشهر للذين ينتقلون إليها ضمن المدة المحددة. وحدد التعميم أيضا غرامة مالية مقدارها 500 دولار أمريكي عن أصحاب الورش والمحال المخالفين الذين لم ينقلوا أعمالهم إلى المدينة الصناعية خلال المهلة المحددة. ارتفع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 62 حالة، بينها 34 حالة باءت بالفشل، وذلك بعد تسجيل حالتي انتحار جديتين في الشمال السوري خلال الأسبوع الحالي. وبحسب منسق الاستجابة فإن فئة النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهن على تخطي الصعوبات التي يعانين منها واليافعين غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بالحاجات الإنسانية المتفاقمة في شمال غربي سوريا وتراجع الدعم والتمويل الدوليّ.